الكيك الوجدي واش غادي نقول لك؟ هو عبارة عن خليط من ديال الزجلان والنافع، يعني ماشي كاطو عادي. علاش كيبغيوه؟ معروفة به، وحتى الناس ديال الغرب دابا تا ملي كيجيو الناس ديال الغرب الرباط كازا كيديوه لي كادو من الأحباب ديالهم. في كان يقبل مع لا دابا شوف، حنايا عندنا هاد القضية ديال الكاطو، حنا كنسميوه الكاطو البلدي، هذا ما كيكونش عليه إقبال في راس العام، ماشي بحال الحلويات بحال الباتيسري بحال هادوك كيكون عليه إقبال. كاين واحد المناسبة كتجي مور راس العام تمتاز بها المنطقة الشرقية، هي الناير، كيكون في لو 11 جونفي، فيه القرقاع فيه اللوز فيه هذا هو اللي كيحتفلوا به. تما كتجتمع العائله كدير الكاطو ودير القرقاع وبلوز دو صح. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.